عنك يا من يون الونه ليشك بجنبي وداوي جروحك بي عنك يا من يون الونه. فن الربخة يؤدى في محافظات هامة عسير، ويطلق عليه أيضا الربخة على الزير. نسبة إلى استخدام إيقاع الزير فيه، تتسم أبيات الربخة بالغزل والحب والحنين، كون هذا اللون من ألوان السمر. للربخة فنون أدائية مميزة، حيث يؤدى على شكل صفين متقابلين يتوسطهم الشاعر والإيقاعات. يبدأ الشاعر بأداء اللحن: يا قال محمد شد منها ديرا ولا فيها بكرني، يا قال محمد شد منها، ثم تردده الصفوف مع بدء الإيقاع: شفت الزحل يفرق عن المشتر جالس تطالع بي، ثم تتحرك الصفوف وفق الإيقاع. تؤدى الربخة في الغالب بكسرة، وقد تؤدى بدونها.